مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في تغطيتنا الحية والمستمرة يوميا على شاشة التلفزيون المصري وعلى مدار الساعة للحدث الأبرز الذي تستضيفه أرض الكنانة، حيث تتواصل فعاليات قمة المناخ العالمية COP27 بمدينة السلام شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة. وجاء قرار وزير الخارجية سامح شكري رئيس قمة المناخ بعد الفعاليات ليوم إضافي ليؤكد إصرار الرئاسة المصرية للقمة على الخروج بالقرارات المأمولة منها.